كمان لو جينا لموضوع السد الإثيوبي أو سد النهضة، طبعا بنفتكر أنه من أسبوع كان وزير الخارجية وجه رسالة إلى رئيس مجلس الأمن تتعلق بخرق إثيوبيا لاتفاق المبادئ. إذن هكذا تتحرك مصر دائما في ملف السد الإثيوبي، تتحرك عبر القانون والمسار الدبلوماسي، أيضا الحرص وكل الحرص على فكرة التفاوض والالتزام بحل يرضي جميع الدول، سواء دولة المصب أو الدول الثلاثة زي ما قلنا السودان مصر إثيوبيا. النهاردة الرئيس مرة أخرى بيؤكد على سياسة مصر في هذه القضية، واللي بتتميز بالهدوء والثبات والمسار الدبلوماسي والحرص على التفاوض. ده على الصعيد التحرك المصري للدولة المصرية خارجيا ودبلوماسيا. أما داخليا فمصر لأكثر من مرة يصرح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها تكون من أهم دول العالم في الحفاظ على كل نقطة مية. طبعا ده من خلال اللي احنا شفناه خلال الفترات اللي فاتت، وذكرها النهاردة الرئيس، محطات معالجة مياه الصرف الزراعي زي ما شفنا محطة المحصنة أو محطة بحر البقر، وجاري العمل على محطتين أخريتين تتعلق بمعالجة المياه، أيضا تبطين الترع، الري الحديث، وغيره وغيره من كل الوسائل اللي بتدرسها مصر بدقة للحفاظ على كل نقطة مية. خلونا نشوف الرئيس قال إيه عن موضوع السد الإثيوبي. إحنا خدنا في مسار سد النهضة مسار دايما دبلوماسي والتفاوض للوصول إلى حل ليه، وده الهدف كان منه، ان دايما ان احنا لما يكون في ازمه او في مشكله نلجا في علاجها الى حاجتين، الصبر والتفاوض، ثم كمان اجراءات نعملها احنا كمان على مستوى بلدنا عشان نبقى ما فيش نقطه ميه تبقى موجوده في مصر الا ما ممكن نستفيد منها بشكل كويس. ولو انتم متابعين او معرفش يعني هتجدوا ان احنا مثلا محطات المعالجه الثلاثيه المتطوره للصرف الزراعي الهدف منها ايه؟ الهدف منها ان نخلي الميه زي الميه اللي قدام مني كده وتستخدم للزراعه مره ثانيه. واحنا عملنا لغايه دلوقتي محطتين رئيسيتين، هما المحطتين الحقيقه في سيناء المحسمة بحر البقر، لكن في المحسمة اللي هي اللي قدام الإسماعيلية دي حوالي يعني مليون متر، والتانية حوالي 5.6 مليون متر. أنا بتكلم كل ده في اليوم، ودول إحنا افتتحناهم وأنت شفتهم. في محطتين إحنا شغالين فيهم تانيين، فده عبارة عن جهود الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من المية الموجودة عندها واستخدامها أكتر من مرة، ويمكن تكون دي نفقات علينا لكن احنا بنعملها، ثم تبطين الترع، ثم الزراعه الحديثه والى اخره. يعني اجراءات الدوله المصريه في ان هي تعمل امن مائي من الميه اللي موجوده عندها احنا شغالين فيه، ويمكن قلت من شهر ولا اتنين واكده معاكم ان احنا يمكن هنكون من اوائل الدول اللي في العالم اللي بتستفيد من الميه وبتعمل لها معالجه، من اوائل دول العالم، يمكن نكون اول او ثاني دوله في العالم بتعمل البرامج ديت. طيب هل الموضوع بتاع سد النهضه احنا متحركين فيه؟ متحركين فيه، بس بهدوء، بس بتفاوض. ودايما اقول الكلمه ديت، بختم بيها كلمتي، دايما اقول لكم الامور ما بتتحلش بالصوت العالي، الامور بتتحل بالقدره والعمل والصبر. في الاخر ميه مصر دي امانه في رقبتنا كلنا وفي رقبتي، ومحدش هيمسها ان شاء الله، بهدوء خالص.